صباح الخير، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان، اموركم عاليه. مرحبا بكم عندنا في كازا بلوك. صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك. الصوت ما عنديش الصوت. قلت لهم مساء شدينا نبداو فيديو، لقيتو بدا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ صباحكم مبروك. صباح البيستاش، صباح ليماش، صباح الزين. ياك عندكم صباح البريوات ديال الروز. صباح البريوات ديال الروز. صباح البريوات ديال الروز. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ المهم حنا صابحين زربانين، حيت اختي غنمشيو للحمام ان شاء الله، غنديو ماما للحمام وقلنا غنفطروا هكا مجموعين عصام باقي ناس. عبدو ضروري يفطر معنا، عبدو مع الفطيرين ضروري، عبدو مع امي اللي نطبالي اللي يفطر يفطر معنا. صافي شوفوا البارح صوبنا واحد الدبريوات ديال اللوز كيجي فني. شوف واش كدير لي شاكو، شاكو كاش كدير لي. صافي حطينا الفطور ديالنا، صوبنا لها بيضات، صوبنا زبيده بلديه وزبيتينات ونفطروا ما نتحركوش. شوف شاكو كيفاش صاب لاصق على عبدو. عبدو ديالي، عبدو ديالي، عبدو ديالي. اشنو ديالك انت؟ مزيان. هاك ماما، بسم الله. هاك عبدو، ماما نفطروا انتما معانا. صباح الخير. صباح النور. توحشوك. غبرتي يا صاحبي، غبرتي. ماما عطيني ديك الموس عافاك. انا مع القرايه. ياك مع القرايه؟ دابا قولي لهم شوفوني حتى العطله ان شاء الله. قولوا لي بداتي قراو مزيان. قراو مزيان باش تنجحوا وديروا عندكم مستقبل. خليك ليا، قول لهم دابا زيروا الصمتة، قولها لهم دابا زيروا الصمتة. يلا سير تفطر باش تفيد زير الصمتة. ياك في زير الصمتة. رميس صباح الخير. لا بس خصك تسلمي عليهم، كيسولوا عليك شتي الكومنتات كيشكروك. وش بيهم؟ قول لهم شكرا. شكرا. روح شوفي انت في الكاميرا حتى معانا. ايوا دابا غنفطروا ونمشيو فينا نمشيو الحمام. ماما اللي غادي الحمام، ماشي حنا غندوا عند بسمه ولا التحميمه ديال السكا وداك الشيء. صافي شي حوايج. انت انت بديتي بيها؟ يعطيك الصحه. يا هذه انت شهيتي زبيده بلديه ما خبيز. ماما فطري مزيان، انت اللي غتعومي، انت اللي عندك تحميمه. ماما حنا غادي نشجعوك. اتاي ماما حلو تقبل؟ حنا عندنا اتاي حلو، اتاي نشوف. انا عمري كنشربو بالسوس. هاك اتاي اللي كنشربو مسوس، كلشي كنشربو حلو. اتاي اللي مسوس بريوات حلوين. وصلنا دابا عند بسمة، حنا الاولين. خديت لها ماما رونديفو هي الاولى باش ما يكونش الحمام سخون بزاف، وغير سدي الباب انا جاي. راه ما يسالش دي في ماما باش ما يكونش الحمام سخون بزاف، وباش هكا ما نلقاوش الدنيا عامر. هادشي اللي كاين دابا غندخلو. ماما اللي غتعوم، حنا باقي ما عرفناش شنو غنديرو. انا نقدر ندير لا ما عرفت، تنشوف تنشوف على حساب. شعري يلا مصوبه، يلا مصوبه حجباني، يلا دايره الخيط طفيرات، يلا صوبتهم. تقدر ندير شي بيديكور هكا خفه نزربان وصافي. وقلت لكم ماما قربت تشوف حاله، هي اللي بغات تمشي قالت لي صافي مشي لداري. وصافي ما بغيتش نصيفطها، بغيت ندير لها تحميمه، بغيت نقش ليها ان شاء الله. قلت الصباح بكري غنبداو بالحمام ونشوف اختي فين هي سالي. المهم انا شريت لها واحد الكادو، شريتو دابا شي 3 ايام ولكن خازناه. انا نقول لكم دابا شريت لها واحد البارفان زوينه كتعجبها، لا في اي بيل. خديتها لها دابا شي 3 ايام فاش كنت خدامه، مشيت للمعارف في واحد البارفيمري خديتها وخبعتها. قلت نشوف ثاني نمشي نزيد شي بيجامه شي زبيه. المهم داكشي اللي قديت عليه تستاهل عندي ما اكثر. غير هي بغيت اليوم ندير لها اختي يوم ملكي، يوم ملكي على قدي. البنات اللي كيسولوني على الرقم ديال بسمه، راه دائما كنخلي لكم في صندوق الوصف اولا نخلي لكم دابا في الشاشه. خذوا الرونديفو ديالكم بصحتكم وراحتكم. اللي عندها شي مناسبه، عروستنا دخلات الحمام بصحتها وراحتها. المهم انا قلت غنبقى نتسنى نتسنى، واخا الدنيا عامره ما نقدرش شخصيا نبقى نتسنى، غننزل لتحت ندير بيديكور. واخا يلاه درتو ولكن كتعرفوا رجيلات اختي كتغبري عليهم واحد شويه كيوليو حالتهم. دونك يلاه كل وحده فينا غدير حاجه باش هكا ما نقنطوش، نتسناو بعضياتنا. نوريكم رميساء شنو كدير. رميساء بالصحة وراحة. هاي ماشي غير ميرسي بوكو. ميرسي بالصحة رميساء. المهم كدير لي ستيل اونسون صراحة كيصاوبوهم هنا زوينين. المهم بالنسبة للبنات يلاه هضرت معكم في انستغرام، بس ما كتقلب على بنات يخدموا. غنخلي لكم النمرة التليفون ديالها وانستغرام، خاصتنا شي 3 حتى 4 تبارك الله عندها البنات. غير هي دابا ملي كتدخل الحل كتكون شوية بحال نقولوا لا اوت سيزون، كتكون خدمة بزاف، بغات هكا باش ميبقاش لا شارج على البنات اللي عندها. غنخلي لكم كونتاكت ديالها ميم غو تليفون وانستغرام، بغيتو تجيو تصاوبو مرحبا بكم. البنات اللي باغيين يخدمو تاهوما جايب لكم واحد اوفخ دو ترافاي هكايا ولا اوفخ دومبلوا، تواصلوا معاها وان شاء الله يكون غير الخير. هي راه كتعاون مزيان، سالير موتيفون كيف ما قالت لكم في الانستغرام. راه شاركت معكم لي ستوري البنات اللي باغا بنات يكونوا معلمات كيخدمو
فهمتوا يكونوا يعني ماشي تكون تجي البنت تخدم يعني تكون ديجا عندها ليكسبيريونس. والله يسهل على الجميع. المهم نزل ندير بيديكور ونرجع لكم ملي تخرج ماما من الحمام. هنا صورت لكم قبله باش تشوفوا بعدا، شوفوا الشكل النهائي، شوفوا الشفيرات كيفاش جاوا رميساء ما شاء الله. هي بغاتهمش كثار بزاف، كيبانوا ناتوريل ولكن فنين، جاوها زوينين مباشره، كيبانوا رائعين صراحه. جاو معها ما نعسوش لعينيها، واخا هي دابا في المود ديال النعاس كنقول لها حلي عينيك حلي تشوفوا الشفران، جاها المود ديال النعاس بحالي تايا. جالسين قلنا اللهم نفركوا هاد الرجيلات على ما تخرج عروستنا. صراحه اليوم بغيت نفرح ماما ديال بصح، بغيت نشوفها فرحانه موجده لها واحد الصلاه والسلام على رسول الله، كنتسنى غير تخرج من الحمام. الله يحفظك عليكم، 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 قلت ما قدعمتيش البلاصه ديالك. الله يبارك فيك، شكرا بزاف. شربوا شربوا انتي، تسحبوا تسحبوا شي انا ديالك. شربي شربي صحتك صحه وراحه. معكم الاجواء من عند بس ما كنا نجيبوا ليها ملي كنبرد البرول، انا ديما كنبرول بلاتي بلاتي. صافي كيفاش نقولوا بلاتي؟ برواله يا كي بنت برواله؟ رويله شويه، كنخبي حتى حاجه بريويله شويه شويه، شهدت فيا شويه شويه. كان مونطي دابا في الفيديو من قبيل وانا كنضحك، عجبوني ديك اللقطات، ولكن هذه بالضبط جبت لي البكيه. ما نكذبش عليكم، دابا ثاني مره كنمونطي عليكم بكيت، ما قدرتش نصبر. اش غنقول لكم؟ ماشي ساهل داكشي اللي داز علينا، كنحاول ندخل الفرحه على ماما ونفرحها، حيت داكشي اللي داز ماشي ساهل. ديك ما بغيتش نعاود لكم من حيت ماما كتفرج في الفيديوهات. المهم بغيت نقول لها الله يخليك ليا وخليك ليا تاج فوق راسي، الله يحرمني منك يا ربي، والله يخلي لكم امهات ديالكم، الله يحفظهم ليكم. اي دقيقه كندوز مع ماما كنحس بها بحال كنز والله العظيم. اليوم خلينا الرجال يصبونا يصبونا غدا. شوفوا الشفيرات كي جاوها رميساء، جاوا زوينين ما شاء الله، درت لها افي ناتوريل. ايوا غيصبونا الغدا عبدو وغيعاونوا عصام وامير، وحنا خصي جينا ندوزو النهار في الحمام. قالوا لنا غير سير خلينا معاهم براء، قالوا لي ولا اليوم غتعاونهم. ماما اش غدير لهم براء؟ اليوم الروينه في الكوزينه اللي هي كتبغي تبارك الله ما شاء الله على تشوف، كتبغي تشارك شتي؟ اه تجي حادقه ما شاء الله. دابا تشوفي ان شاء الله ان شاء الله تجي حادقه. دابا حتى الماكله سبحان الله كتبغي تاكل بوحدها، كتبغيش اللي يبقى يوكلها وداك الشيء.
كتبغي تعتمد على راسها حتى شحال تبارك الله. لا مش حالات مش حال من الصغر غتجي حالك ما شاء الله بحال ماما ياكي. شحال ماما؟ لا لا عروستنا هي الحادقه. ايوا ايوا ماما قولي لها غني لها قولي عروستنا هي الحادقه. ايوا ايوا شبعتنا بساطل وبيتزا. ايوا ايوا رمضان فينا تهلات. ايوا ايوا صوبت لينا الشهيوات ياك ماما وفينا تعلمات. الله عصامي تعلمات عشان تعلمي عندي كل ما دير شي شهيوة اول مرة خسرتي لي رزقي على كل نهار شهيوة خسرتي لي رزقي. اي والله خلينا مجموعين دائما يا ربي خلينا دائما فرحانين وضحكين يا ربي مولاي. وصلنا لدارنا نطلعوا نشوفوا الغديوه لاننا كنموتوا بالجوع. ماما جاك الجوع مع الحمام؟ لا لا ماشي كنت جاني الشوكولا كملت هذيك العصير. اه ما كملاتش صافي دابا كنستاسيونيو. اختي دابا تجي معايا تصوري معايا تعاونيني انت ورميساء جوجكم الحبيبات ديالي. انا شوشود هما صحاباتي صحاباتي ياك انتوما صحاباتي. ماما انتي صاحبتي ياك اختي ايوا لي خطك عليا الله يخليك ليا يا ربي. ايوا دابا وصلنا نطلعوا ناكلوا اختي يلاه سيدي يلاه نطلعوا ناكلوا. راه الساعه ما فطرتش مسكينه كلات غير ديك البريوه اللي صوب عبدو صافي قلت لك ما تبديش باين الاولى تصيدتي ياك قلتها لك. يلاه اختي نمشيو نتغداو. شاف عبدو انا جيت. مرحبا ماما جات من الحمام شنو جبتي لينا؟ وجدنا شي لعيبات وصافي. يلا ورينا خويا بريزونتي لنا بريزونتي لنا هاد لي نوغات. هاد لي نوغات البنات هو اخيرا واخيرا طلبتوني عليهم شحال من خطره كيصاوبوا بطريقه سهله واخيرا شاركوا معكم في الفيديو وتحطوا لهم هاد الايام ان شاء الله ياك ان شاء الله. هادو عمرتي لنا بالفخوماج ياك وحدين عامرين بالفخوماج وحدين ما عامرينش. الله يعطيك الصحه القرمشه يا سلام ضروري. وشنو صوبتي واحد اخر بالين الروز؟ صوبنا هادي بحال الكبسه ماشي بالعطريه ديال الكبسه ولكن بحالها بالروز كتجي زوينه بزاف وسهله بنتي ليا جمعتيها في طنجره ياه سهله. المهم هادي هي الطبيله ديالنا وصوب لينا واحد العصير هنايا. شنو درتي في العصير؟ فخيز وفخوي باسيون ميرتيل. ايوا شكرا بزاف والله يعطيك الصحه تهليتي فينا. الصحه والراحه والعشاء عندك صافي حكمتي عليا ضروري. ايوا الله يصوب لينا هاد الغديبه يستاهل نصوبو لي عشيه ان شاء الله. ان شاء الله غنتغداو في العشيه ان شاء الله غندير ماما النقش غتجي عندنا النقاشه. هادشي كنت غنديرو لها في الصالون ولكن السيده كانت خدامه هادشي علاش قلت لكم قبيله اختي بلا ما نبرول. ارتاحينا ونعسنا وفقنا ودابا غنوجدو الكوتي حيت غتجي عندنا النقاشه حتى لديك 8 ونص اولا 9. المهم باغا بقى عندي الوقت نوجد الكوتي غنصوبو اول حاجه غنديرو واحد الكيكه غنصوبو كيكه عرفتوا فريق العمل. مرحبا بك مني تشوفوا عبدو معايا عرفوا راه كيكه كيفاش غتكون مبياش. لا غتكون يا سلام شوف التواضع. واو واو اليوم شفت معكم واحد الكيكه كنصاوبها لعب الامير انت نهار الجمعه نهار الجمعه كنديها معاه ليكم واحد الكيكه فنه وانا ما دقتهاش حداها سينه عرفتوا خطيره وقلت لي دابا ضروري هذيك هي الكيكه باغي نصوب كيكه نصوبها قلت هذيك هي اللي غنصوبها غنشاركوا معاهم المقادير ضروري. دابا غنعطيكم المقادير ديالها عاد ندوزو للتحضير ياك غتسهل علينا داكشي بالزرب صافي بالزرب. قول لنا الشاف شنو عندك؟ المقادير عندنا 5 ديال البيضات عندنا 150 غرام ديال السكر سنيدة 200 غرام ديال الدقيق دانون فاني 75 غرام ديال زيت المائدة زيت الرومية عندي هنا جوج معالق ديال الفاني البودرة ديال الفاني عندنا جوج خمارات معلقه كبيره ديال العسل ولا ديال الكونفيتور داك شنو الفازلين الفازلين وهذا المحسن ديال الكيك ميكسو. هذا البنات هذا راه كيلعب واحد الدور كبير في الكيكه باش تطلع لك منفوخه وناجحه ما كتعاودش تنزل. يلا اكتشفوا عبدو ياك هذاك شفتي مؤخرا اشنو سميتو ميكسو. هانتوما البنات سولوا على اللي كيبيع ولا وازم الحلويات عرفتوا من نهار ولا كيدير عبدو في الحلويات وكتجي شكل ثاني سميتو ميكسو. قول لهم محسنين ديال الكيكه في الكيك الا بغينا نديروا كاينين اللي كاين ما كنديروش بالنسبه للبنات اللي ما كتنجحش ليهم الكيكه غير يعاونوا مش كيكه دا نعاونوهم 100% ماشي غيعاونوا صافي يلا نبداو على بركه الله. صافي كنديروا 20 غرام ديال ميكسو هنايا باش بتكون اخطر كيكه واسهل كيكه كنخلطوا كلشي كيما خلط زوج صافي خلط كلشي الفاني طحين توا من الاول طحين واو عرفتو كي كتجي
غير تيقوا في القدرات والابداعات ديال الشاف عبده. الزيت صدمتيني. كاين خبز ندير لك هاد الخمرتي انتي ديري مغرب لا ياك العسل الا ما كانش العسل عبده كونفيتير صافي ولا ما كانش داك الفاني هكاك ندير ساشي وحده ساشي ديال الفاني صافي معكم اسهل كيكه البنات كان كيخلط دابا انا عاقله على الكيكه كحله وانا نقول ليه عبدو راه كانت الكيكه كحله قال لي تا كتدخل الفران وكتكحل حنا غنشوفو طربناها تقريبا واحد 5 دقائق شوفوا ليا ما شاء الله القوام ديالها كيفاش كيولي كتولي بحال الكريمه هذا هو الدور ديال هذاك الميكسو اللي قلتي كيسخن البيض هو فوالا كيخلي الكيكه بحال كتطلع كيعاون في التحضير ديال الكيكه ما تخدمش كل حاجه بوحدها فوالا دابا غنديروها في هذا المول دهناه ندهم الزبده وداك الدقيق بطبيعة الحال ملي كنبغيو نخويو الكيكة في المول كنعليو بحال هكا دابا درناها في المول غندخلوها للفران الشاف عبدو شحال الفران 170 درجة من 40 حتى 45 دقيقة من الفوق لتحت عندنا هاد الفران حنا مكيشعلش غير لتحت صافي دائما بعدو وجهكم من الفران وغنديروها هنايا الوسط أنا كنديرها لتحت كنفرش ليها لتحت غنخليوها تطيب ونشاركو معكم النتيجة راه باقي غدير لها الكريمة ياك دابا غنصاوبو الكريمة باش تبرد ان شاء الله صافي ان شاء الله غنوجدو الكريمة الشاف خصهم كيفاش غدرا بزاف وانا كنبغي نفسر لكم بزاف المهم غيقبلو علينا وصافي الكيكة درناها في الفران دابا الشاف عبدو غيشارك معنا الكريمة اللي كتخلي هانتوما الكيكة تجي نوار هادي الكريمة ديال الفستق كتبع بحال هكا كيبغيو عبدو يعرفو بعض المرات البنات هكا هادي منين خديتيها كريمة الفستق البندق ياك البندق ماشي فستق لا البندق ماشي بندق اها شحال خديتي هاد الطاسة؟ 210 درهم 210 درهم شحال فيها؟ 4 كيلو 4 كيلو مهمين البنات اللي عرفتي المذاق ديالها في الفن احسن من النوتيلا اها فنة هادي بحال ديك الكريمة اللي جبت معايا من تركيا فنة وشنو عندنا هنا؟ 500 غرام ديال الكريمة ديال الحلويات حلوة هلالة هو خدم بالهلالة ماشي ضر منه اطلعها ناس بنتي كنشارككم مع الفيديو نصح هو دائما على حسب المهم انا طلعنا الكريمه حتى طلعت وغادي نزيد القياس اللي بغيتو البندق هذه بانت لي تقريبا شي شحال جوج معاك كبار تقريبا هاد 500 غرام غادي نديرو مع شي 150 غرام هكا كل ما المهم اللي بنات ما بغاوش نعرفها هكا جوج معاك كبار موافيين ماشي مشكل زوينه بنينه هانتوما كريمة البندق البندق هو النوازيت ماشي الفستق عبدو غلط قبيلة الفستق هو البيستاش هذا البندق هو النوازيت هاو كيبان لنا حبات ديالو هاد الكريمة البنات فن هانتوما 4 كيلوغرام عرفتي شحال دايرين لها هنا التمر ما دايرينش التمر لا ما دايرينش فيها التمر زوينة بزاف راه كيف ما قال لكم عبدو راه حسن من النوتيلا كتبقى مرخص منا بطبيعة الحال حسن منا دابا غادي نديرو الكريمة ان شاء الله في الثلاجة واحد 30 دقيقة تبرد بين ما وجد الكيكة ونصوبو السيرو كيكة هاي خرجناها من الفران عرفتو كتجي خفيفة هشيشة بحال شي جينوازة ياك عندك جي لا تكستور ديالها بحال شي جينواز لا فورم ديالها عرفتو زوينة ولكن هو كيدير لها واحد الطريقة انا غنوريكم دابا كيحيد لها هاد القشرة ياك كاملة ضروري لا غير القشرة الفوقانية كتكون في الوجه بحيث هي كتحمر شوية الطير ديالها بصح خفيفه دابا الوجه التحتاني محمر شويه هو اللي غيحيد ليه الوجه السيرو اللي وجد عبدو هو هذا قول لنا الشاف عبدو شنو فيه السيرو درنا فيه جوج كيسان ديال الماء جوج كيسان ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال روح النكهه ديال الكراميل صافي ما درتش شي كراميل لا غير النكهه ديال الكراميل راه كتكون ليكيد كتبع عند مال الحلويات هي كيكون اللون ديالها هكا نوار هذاك الشيء علاش قلت لك الكيكه كحله داك النهار صافي دابا غنحيدوا ليها القشره الفوقانيه ونسقيوها ها انتم شنو قال لكم الشاف عبدو الوجه ديالها كيتحمر شويه اصلا واخا ما يتحمرش انت كتحيد ليه الوجه كتحيد باش تشرب باش تشرب مزيان باش كيتقاد ليه حتى الوجه ديالها كيجي زوين ملي كنبغيو نديرو الكيك طبقات كيجي زوين جهه شي كحل وسط منه وحتى عبدو بحال كتقاد ليه وجهها كيتقاد في نفس الوقت صافي دابا حيدنا هاد القشره اللي كتكون هكا غير رقيقه والكيكه ديالنا هي هذه غنقسموها دابا على جوج عاد نسقيوها الكيكه هيا قسمناها شو جيتي لنا تما السيرو دابا السيرو برد الكريمه بردت غادي ندوزو نسقيو الكيكه ونمونطيو صافي هنا شنو عندك عندنا هنا شويه ديال اللوز والكركاع مهرمشين حمرتهم شويه هرمشتهم هنايا شويه ديال اللوز كونكاسي وهذا شويه ديال الفويتي وهنا كراميل هنا عندنا كراميل يلاه على بركه الله
ها علاش كانت كحله؟ ها علاش كانت كحله؟ هاي كحلت كحلتيها عبدو كحلتيها الكحول يا بنت داو كانت قام حلويه كنقول لي لا كانت كحلوه يعني واقيلا فيها الكاكا ولا الشوكولا لداخل كيقول لي خليها طيب دابا تكحل هاي كحلت ياك المهم خليو تيسقيها تسقي هذه حتى هي ضروري كيفاش تقلبها هنا لا نقلبوها هنا من بعد ما سقينا غادي نديرو كوش ديال الكريمه عفسود الناس غير جربوا هاد المقادير هاد الخلطه ولا هاد التخليطه راه كتجي زوينه 10 مذاقات كيجيو عجيبين الكريمه كتجي زوينه هذاك السيرو وحتى هذاك داكشي اللي غيدير في التزيين صراحه عجبتني بهذه الطريقه راه انا اللي طلبته باش يعاودها اليوم معنا ومعاكم عرفتي ان هاد البوش ما عنديش معاه كيخصو خاطر ياك علاش ما عرفتش علاش بغيت ندير سباتيل ونخلط بحال هكا تخنيش بيه بزاف بصح ما عنديش معاه ما كيعاون هو كيجي داكشي زوين فيني كيجي مقاد ياك انا ما ولفتش دابا غادي ندير واحد شويه ديال الكراميل كراميل ندير غير شويه هذا اللي كيكون هكا في الطاس هكا دابا تحيت خلطت ديك الكراميل مع الكريمه وجا داك المذاق زوين هي كلشي في السيرو السيرو اللي كيتقابيه هاد السيرو ياك زوين كيجي بزوين بزاف كيبدل لها المذاق واحد شويه هنا في الجنيبات ما عرفتي هاد الجنيبات يجيو فيا وما يجينيش كراميل اي ما عرفتش شنو كاين هانت هاد البلاصه هادي الله يخطيك ثانك يو دابا غنديرو مكسرات مقرمشات مقرمشات هاد اللوز راه غير اللوز خضر ماشي مقشر وحمرتي اللوز بالقشره ديالو القشره ديالو زعما فرعان شويه هو شويه ديال القرقع ورمشناه سمعونا الاصوات دراري محيحين امير كيلعبوا ورا ميساء هانتوما سمعتوا مباراة محيحين مساء كنبغيو نخليهم يلعبوا شويه صافي دابا غادي نديرو نجي الواس الثانيه من الفوق دابا ما كتخافش من انا كنهزاش بالطريقه كتقلبها فوالا باش كتفزق ياك باش تفزق صافي دابا الله نقلت انا الطريقه خليت كفايه تيتات دابا غتسقي هاد الفوقانيه ياك غنسقي الفوقانيه مزيان صافي من بعد ما سقينا الجينواس الثانية غادي نديرولها دابا الأول في الأول غنصبقو هاد اللوز مهرمج هو الأول غنديرو كريمة حيت دابا الوجه غنبغي نزوق الوجه واخا باش هادشي يبقى غير حشوة ميبقاش زواق فويتين هو لاخر فويتين غنديرو في الجنيبات ديالها سميني فكيكة واش من كيكة هادي راه طورطة كاطو والله العظيم كاطو غير سميتها كيكة هادي راه كاطو نيت كيكة كملت قرايصة كيكة شادة الباك هادي راه شادة الإجازة ماشي الباك ياك عبدو ما شاء الله راك تجي زوينة ودغيا كتوجد أنا حشت داك النهار مع أمير فاش وجدتيها لي ما تعطلتيش داكشي علاش قلتك راه زعما كيكة صحبكوش كيكة دابا الوقت اللي كانت كيكة كطيب في الفران وجد هو الكريمة خلاها تبرد وجد السيرو يعني داكشي علاش ما حبسش جاتني أنا ساهلة ولا يمكن احس ماشي انا اللي خدمتها ممكن حتى حاجه ما تصعب عليك ياك ايه. الصراحه البوش كيعاون ماشي بحال غدي سباتيو غس كلشي غيخسر كتجي الكريمه موزعه كنشارك معكم الحوارات اللي كدوز بيناتنا راه والله العظيم كنشارك معكم هادشي سبونطاني راه هكا كنسولو حتى انا باش حاجه اللي عجبتني كنبغي نعاودها بوحدي ولا ما كانش ولا نفاجئ حتى انا مني ما يكونش هكا الشاف يا شنو ضروري وفي نفس الوقت هما كيكونوا بنات اللي يقدروا يسولوا نفس الاسئله اللي سولت انا نبداو نديرو معاهم لايفات ديال المسافات ايه مرحبا خويا شبان لكم شكرا لكم متتبعين غدير جنيبات ياك هاهي باقا الكريمة عندك هنايا باقا عندنا الكريمة عيدها نبيع جناب
شوفوا الكاطو كيفاش جات، ما شاء الله جات فنه. دابا كانت كيكه ولكن اختي دابا ولات كاطو. ها انتما دار هذيك لا كريم من الجنيبات ودار الفويتين، ما كملتش معاكم. والفوق زوقها بشويه ديال اللوز كونكاسي وشويه ديال الشوكولا. المهم التزيين كيبقى لكم، تقدروا ديروا حتى هذوك لي سيكار عرفتوا اللي كيجيو، وهذاك غوشي فيغيغ ولا شنو سميتو، هما كيجيو زوينين. المهم اي حاجه شوكولا انا اقترحت عليكم. المهم دابا صوبت اهتا، كنتسنى غير في مونيا تجي، باقا ما جاتش مونيا. عرفتوا مونيا مسكينه النقاشه راه ما علمتهاش، علمتها حتى الصباح فاش كنت عند بسمه، حيت بسمه كانت غتشوف لي واحد السيده وحده اخرى نقاشه، راه الساعه كانت خدامه اليوم. وانا نعيط المونيا قالت لي مسكينه راه عندي عروسه، ولكن مني خالتي والله حتى نجي. حيت مسكينه جات شافتها مني كانت زعما جات شحال من مره، جات فاش خويا كان داير لي لاكسيدون، زعما ديك السيده اللي عمرها دار، قالت لي غير نسالي العروسه عندي في قاعه ونجي، حيت هي كدير النقافه ونقاشه راه عندها المحل ديالها. المهم هانتوما الكاطو، هنا درت شويه، دابا نشيط معكم الطبيله، داكشي بسيط وساهل. شتو حنا لبسنا غير كنهضر داكشي ساهل. هانتوما درت هنا شويه ديال الفاكهه، هنا درت شويه ديال الصابلي ياكم، وهنا درت هذوك البريوات اللي صاوب لنا عبدو البارح، شفتو كيبقاو فني، هادو كيدارو في الثلاجه وكيبقاو صافي. عمرت بريد ديال اتاي، كنتسناو غير الكومونيا تجيب لنا الحنه ونديرو الاجواء داكشي ونقشو. المهم راه فرحوا بها، هذا هو ليسونسيال، كنا غير حنايا. شتي هاد الخيط ندير ونقز عليا، شتي هاد الخيط نقول شنو كندير بالي كنمسح بشي حاجه كتمشي وكتجي. صافي لبستي كنا درت كاجي اختي دابا غير بغيت كندور اجي نشوف لورونج وشكون اللي جا معاه لورونج. شوفي انا وراه ميسا لبسنا الكناديرات، ديك النهار قلتو ليا جاكم زوين، لا انا اللي كنت لابسه الموف ديك النهار. ياي دابا تبادلنا هاد الكناديرات راه بجوجهم ديال روميسا. الله ديال لك هادو عطيتها ليا، ولكن ديالك انت اللي جبتيهم اختي. خلي لي الزين عطاني الكندوره ديك النهار لابسه الموف سولتوني عليها روميسا اللي جابتو. مالك جاتك الكاطو دوري شوف بغيتي دراجي ميلا خود قولي بسم الله الغوز، قولي بسم الله، قولي بسم الله، بسم الله، قولي بسم الله، ديري باي باي، ديري باي باي خالتي، ديري باي باي لخالتي. أوه السلام عليكم، شفتي هي كتفرج في الفيديوهات ديالي اللي كنو كنتفرجو، يلا ديري باي باي باش تشوفي راسك، ديري باي باي باش تشوفي الفيديو. السلام عليكم، السلام عليكم، أريدي الدراجي ديالي، يلا قولي باي باي، قولي السلام عليكم. مرحبا بكم، كتقول كلشي خويبة، يلا راه بيزو دير ليا بيزو. وحلا كتحشمي، شوفو الكرينات، شوفو لورونج، شكون شرا هاد البيزا؟ شكون شرا هاد اللولة؟ تيا تيا هاد البيزا كنشريتها ماشي هاد العيد، العيد اللي فات ياك؟ كان عندها عام، شوفو جات زوينة. بوسوني بوسوني بوسوني، صافي غنمشي دابا نوجد الطبيلة حتى موني غتكون جاية في الطريق. وانتم اختي مع الاجواء البسيطه، راه قلت لكم كنشارك معكم فريمون اليوميات، ما كنقولش اجي ندير هاد الحاجه باش نشاركها. راه رميسه عارفه الدار عارفين، هي كان رميسه كنشارك مع المواقع ياك، اجي قولي لها اليوم وما خافيه كان اعظم ياك، ما هو الكواليس. قولي لي اختي كندير لكم السهره وندير لكم النشاط ولا لا؟ كدير النشاط، كدير النشاط نحمقكم حتى كيكونوا واقفين انت كدير لهم شي حاجه كخليهم يحماقوا. كنبغي نفوج، بغي نفوج عليهم، كنبغي نفوج على الناس اللي معايا ياك. ايوا شي كنديو الاجر، نديو الاجر كندير فيكم الاجر كما صافي. ضروري الا كان عجبك شي بنادم دابا مع هذا الوقت مع هاد الصعوبات، راه الانسان ولا دماغه عامر وتا مع التليفون كلشي كيبقى شاد التليفون، مابقاش كيكونوا شادين كامل كنجمعو كنديرو شي حاجه، حيت كيولي بحال التشتت الاسري كل واحد في عالم بوحدو. يعني كتوحشي هاد الاجواء ديال غير بريد ديال اتاي الحليوه اولا شي حاجه ديال الدار وتجلسي تجمعي عليها. المهم اختي خليها في القوت، كاين حتى شي واحد من هاد الدار. لا بارك عليك مامي جا حلوين، يلا اجي قولي باي باي. شكون هادي الحنه؟ شكون هادي الحنه؟ نواق شكون هادي الحنه؟ شكون هادي الحنه؟ هي عينا في دغاجي مسكينه حماقه تعطيني هادي زيني بحالك زيني بحالك كتغزز. قلت لكم يعني مره مره بحال هكا هاد الاجواء بسيطه ماشي مكلفه باش ما يبقاش لا انت جبتي ليا انت درتي ليا ياك.
كيكون داكشي حنا ما عندناش حنا اللي كانت كنجمعوا عليه الحمد لله شكرا لله الله يدوم المحبه بيناتنا مشيت نطلع الوالده نمشي نجمعها جبت لها واحد القميص ماما غتلبسه قالت لي لا لبس غير بحالكم قلت لها ماما نفسي قميص انت غتحني قالت لي لا ودابا راه غادي نضربها مع لبسه شي قميص وهي كتبغي تكلها تلوح عليها غير ديك السجيف ديالها قلت لها ماشي مشكله واحد دقيقه وصافي صافي وجدنا الطبيلة حطيت كل شيء جات حطة هكا خفيفة وزوينة شوفوا الكيكة البنات أنا نوريكم كيف جات رائعة وتقدروا انتم تبدعوا يختي في التزيين مهم هنا وجدت كل شيء ومشيت نقضي واحد الغرض أنا وعبدو هذه بارتما من هذوك البارتمات اللي شفنا كاين واحد السيد ما كانش في كازا غدا غيمشي ثاني ما كاين ماشي من هنا غادي يدخل لنا ان شاء الله الا بغاو ينقصوا لنا شوية تكتب لنا يا ربي الله يسر الأمور إن على الحنان عاوتاني الصحة والراحة الصحة مرحبا بك منيا الله يبارك فيك الا سلامت عمي صحات لينا هذاك الشيء اللي كاين الحمد لله امين الله يحفظك ورينا ورينا ان نشوف الاخرى الصحة والراحة بصحتك بصحتك وراحتك الشيف ان شاء الله يا ان شاء الله يا ربي هنا كلفت رميساء تصور لكم اختي راه قايمه بالخدمه ديالها المهم بغيت نقول شكرا بزاف لمونيا النقاشه والنقافه مونيا صاحبتي هي اللي كانت صورت لكم افتتاح ديال المحل ديالها كدير تنقافت والنقش صراحه لعمرها دار وكدير اثمنه مناسبه كتساعد مع البنات بنات الشعب اللي عنده كينقش ويتنقف واللي ما عندوش كديري ثمن اللي مناسب باش هي ما تضيعش وباش البنات ما يبقاوش بلاش كنقول لها شكرا لك بزاف غنخلي لكم هنا النمره ديالها توصلوا معها اللي عندها شي مناسبه راه الخدمه ديالها زوينه والله يعمرها دار كتشوفوني اني ما كنبدلاش حيت عزيزه عليا سبحان الله العظيم عزيزه عليا بزاف انا كنت لقيتها عند ماما شحال هذه من بعد لقيت ان كنزه كتعرفها وخالتي خديجه مسكينه الله يرحمها وصافي بقيت بيناتنا علاقه زوينه شفتوا ماما اختي ما بغاش تلبس لي القميص بلا ما تعيبوا عليها ماما مره كتبغي تلبس داكشي اللي ارتاحت فيه الجلابه اختي تكون مرتاحه فيها الشال وخامي كلشي يشبه ليها البيجامه كذلك قالت لي اختي بلا ما تثقلين تلبسين داك القميص خليني غير هكا المهم خليت على راحتها المهم هي يعجبها الحال انا اليوم باغا نفرح بها هي خصها تكون فرحانه بالصحه والراحه مونيا شكرا بزاف الله يعطيك الصحه الله يشافيكم ويمسكها يا ربي امين اختي شوفوا انا راه كنت خرجت انا وعبدو قدينا شي غرض وكلفت رميساء قلت لها تصور لي صورتي لي ماما كتنقش صافي صحتك وراحتك سنتي نشوف نقيشه نشوف بابيو خليها نشوف رميساء نشوف واو رميساء زوينه نشوف براء سلام سلام على رسول الله الى جلاله سيدنا محمد الله مع الرجال علي صحتك ماما تحن عليك يا ربي وتشافيك يا ربي ملي نطي بحال هكا الحمد لله ونشكره الله يخليك اللهم لك الحمد لله شكرا الحمد لله عليا الله يخليها لك الله يخليها لك الله يعطيها الصحه يحفظك زينه حبيبه انت الله يبعد عليها شر الخلق يا ربي انا راه مشيت وجيت لقيت مونيا تهلات ليا في ماما مرحبا راه مهمتي هذه شكرا حبيبه والله شكرا بزاف الله يكبر بيك مرضيت والله حتى مرضنا حنا معاها نفسانيا وحق الله عارفه اللي كاين الله يشافيها وهي اختي نقيتها جاتك زوينه اختي راه خلي لي ديدات ديال النقش شوفي كي شت القاعده ديال البيض هي اللي عزلاتها هي اللي اختارتها هي اللي خليتها انا قلت لها عمري ليها قلت لها هي اللي اختارتها صافي باش نديرها بصح ما كتبغيش عامره بزاف وجاتك زوينه اختي بصحتك وراحتك وين انت اختي انت اللي عزلتي انا اللي عزلت هكاك ايوا بصحتك اختي يعطيك الصحه